أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كلمة أب كلمة كبيرة، وعشان تتحقق محتاجة أكتر من معنى ودليل. الأب مش هو اللي يخلف ويقول عاوز عزوة تملى الدنيا عليا صبح وليل، مش صوت عالي وتكشيرة وقلب حط على بابه ممنوع الحب والتدليل. عارفة إن كل أب شايل شيلة كبيرة وطول الوقت بيعافر عشان الحميل، بس الأب هو الباب الحامي، هو الحكمة والصاحب، هو الظهر لما الدنيا تميل. الأب يعني مسؤولية وتربية وتوجيه، يعني قدوة وقلب جميل. خلونا نتعلم معنى الأبوة من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلت الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. دايما نتكلم عن دور الأم، نعم، ونتكلم عن قيمة الأم في حياة كل حد فينا، ولكن الاتنين قيمتهم ما تقلش عن بعض حاجة. نعم، الأم ليها دور كبير، الأب ليه دور كبير. دايما بنقول لما الأم بتشيل لوحدها بيبقى المسؤولية صعبة وكبيرة قوي عليها، لأن دور الأب كبير، ولما بتشيل الدورين مع بعض بتبقى الشيلة الحقيقة تقيلة، والعكس. وأحيانا الأب يبقى مش قادر يشيل دور الأم أو مش قادر يقوم بيه على أكمل وجه. خلينا نتعلم من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام معنى الأبوة. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الأبوة من أول اختيار الزوجة، فاختار زوجة عاقلة ذات حكمة ودين وأخلاق وحسب ونسب، فهذا من مسؤوليات الأب أن يحسن اختيار الأم اللي هتعينه على تربية الأولاد. حق ابنك اللي لسه ما جاش إنك تحسن اختيار أمه، دي نقطة مهمة جدا، لأن هي دي الأم اللي هتغذي والأم اللي هتربي والأم اللي هتعلم والأم اللي هيتشرف بها أن ينسب إليها بعد نسبه إلى الأب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أحسن أم، اختار السيدة خديجة أم لكل أولاده الستة، ثم السيدة ماريا القبطية المصرية أم لسيدنا إبراهيم. فعلمنا بدايات الأبوة أن نحسن اختيار الأم، لأن ده حق الأولاد اللي لسه ترزق حقيقة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السلام. مسؤوليات الأب إنه ينفق على أولاده وينفق على بيته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. علمنا إنه أكبر ذنب يعمله الأب بعد الإشراك بالله إنه ما يصرفش على أولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء ذنبا أن يضيع من يقوت. يعني أكبر ذنب يعمله الأب إنه ما يصرفش على أولاده، إنه يبخل على أولاده. كمان تبقى كارثة لو إن هذا الأب حصل انفصال بينه وبين الزوجة، فتخلى تماما بقى، فالله يبارك في عمرك، فبدأ يصفي حساباته مع هذه الزوجة المطلقة من خلال الأولاد، يأذي الأولاد ويضيق على الأولاد أو أنه يخلي الأولاد للأسف الشديد يتخلقون بأخلاق فاسدة، سواء الزوج أو الزوجة، فيخليهم ينقلوا إليه الكلام وينقلوا إليه ما يحدث، ويراقبوا ده ويراقبوا ده، يبقى بيفسدوا الأولاد.
فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من مسؤوليات الأب أنه ينفق على أولاده، ولذلك حتى من الحمل تمام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. مسؤوليته كمان في الفترة طبعا يا فندم، يخلي باله من زوجته الحامل وينفق عليها ويداويها إذا حصل شيء، كل ده من حق الابن أو البنت اللي جنين في بطن الأم. كمان من مسؤوليات الأبوة التي تعلمناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الدرهم اللي أنا والجنيه أو اللقمة اللي بأكلها لولادي أعظم أجر وثواب عند الله من أي حاجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم أنفقته في رقبة، يعني حد عبد وانت بتساعده أنه يصير حرا، ودرهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على مسكين، ودرهم أنفقته على بيتك وزوجتك وزوجك أعظمها أجرا الذي أنفقته على بيتك وزوجتك وأولادك، أعظمها أجرا عند الله عز وجل. بس مهم جدا يكون حلال، لأنه قال لي أيها الأب اوعى اللقمة الحرام. ليه؟ قال لي لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أنت لما هتأكل من حرام أنت بتدله على كارثة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فعلمني اللقمة الحلال، اوعى اوعى بأي حال من الأحوال انك انت تأكل ولادك لقمة حرام، ده كارثة. ومفيش حاجة اسمها كنت مضطر، مفيش حاجة اسمها اضطرار في اللقمة الحرام. يعني المسألة اصلا مفيش حاجة اسمها مضطر فهسرق فمضطر فهرتشي، لا خالص. الكل متعب والكل مجهد، وده اختبار من الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فعليك الاجتهاد طبعا، ولابد الدين أصلا قائم على قدمين، على عمودين، عمود الصبر في الضراء وعمود الشكر في السراء. وهي الدنيا كده، يوم لك ويوم عليك، فإن كانت لك فلا تتبطر، وإن كانت عليك فاصبر، فكلاهما سينحسر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيخيرك تختار تبقى نبي ملك ولا نبي عبد، تختار إيه؟ فقال بل نبي عبد. طيب تختار ربنا يجعل لك بطحاء مكة ذهبا، الجبال دي كلها تبقى ذهب تنفق منها ما تشاء؟ قال لا، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. طيب ناخد التليفون. مدام فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أنا فاطمة شاهين. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا والدي توفى وسابنا 4 اطفال مع اخونا واصي علينا. تمام. وجاء اخونا خد ايه المعاش بتاع ابوي وعاش بيه وبنى بيه. بنى البيت. تعالي بقى ايه بعد ما بنى البيت جه اخويا توفى. معلش اخو حضرتك توفى ايه؟ توفى في حادثه. تمام. جه بقى بعد ما توفى في الحادثه ديت راحت يعني الارض الزراعيه اللي هو بنى عليها البيت بتاعه هو مكتوب باسمه. جرح يعني اولاده راحوا غيروا عقد البيت باسم والدتهم. هي الارض الزراعيه دي كانت ملك لاخوك ولا ملك لوالدك؟ لا كان هو اشتراها باسمه وبورق باسمه هو. ايوه هي تقصد ان هو اشتراها من فلوس المعاش بتاعت الوالد. هي فلوس المعاش كتيره لدرجه انه يشتري بها ارض؟ لا من شغله على المعاش بتاعنا. على ايوه كده. المعاش كان كام يا فندم؟ ده والدي متوفى ايام عبد الناصر. طب انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. ايوه اصل احنا لازم مش نفهم. هو كان المعاش بتاع والدك كان بيصرف عليكم منه؟ كان بيصرف على 4 اطفال واحنا بيت ابونا. في بيت ابونا، بيت ابونا ده ملكنا يعني. لا كان بيدفع نور ولا كان بيدفع حاجه لوالدتي. ايوه بس يعني ما بيدفعش نور يعني يعني المعاش بتاعنا كان متكفن ويأكلنا. طيب كويس. تمام. يبقى هل المعاش هيشتري ارض منه؟ اللي جوزنا اللي جوزكوا ايه؟
معلش اقفي بس في مكان السيجنال فيه كويسة. ولاده كان هو مات خافوا. انا مش سامع حضرتك خالص. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. هو يعني باللي هي مفيش حاجة ظاهرة فما نناقش لحد ما تتصل تاني. طيب اه افضل عشان ما نتكلمش كلام. حاولي تكلميني مرة تانية عشان نفهم بالظبط ايه سؤال حضرتك. الله ينور عليك. طيب نرجع تاني لدور الاب. في بعض الابهات بيتخيلوا ان الحنية وانه ياخد بنته في حضنه او ياخد ابنه في حضنه هو كده مش هيربي راجل. السؤال يزعل. ما طبعا والله العظيم بس لازم نسأله لأنه في ناس كتير كده مع الأسف. طب ما تيجي نشوف سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة زي ما حضرتك قلتي كده وكان كلمة حلوة. تعال نشوف سيدنا النبي كان بيحنو كده ويطبطب على الأطفال ولا لأ، ولاده وأحفاده. سيدنا النبي قاعد فجاله بنته السيدة فاطمة، تخيل يعمل إيه. سيدنا النبي عارف حضرتك الجلابية وفوقها عباية. تخيلي يجي قايم ويقبل السيدة فاطمة ما بين عينيها ويقول لها مرحبا يا أم أبيك، من إنها شبه أمها السيدة خديجة وإنها شبه أم سيدنا النبي، فبيسميها إنها صارت كأنها أم ليه هو من حنيتها ورعايتها. هو ده كان معنى الكلمة؟ ايوه يا ام ابيكي ده كان معنى. ايوه انا ليه حد في ولادي شبه امي، تلاقيها بتحنو. تخيل حضرتك بنتك كده وانت زعلانه جت واخده راسك في حضنها ومطبطب عليكي، فكرتك بجدتك وامك. انا تخيل ما هو انا ده المعنى اللي انا كنت متخيلاه انه معنى الكلمه او معنى الاسم انها بتتعامل معاه على زي امه يعني. بالظبط يعني هي بتحتويه على انه هو ابنها مش طبعاً العكس. طبعا كلنا محتاجين. صحيح. عارفه الواحد فينا اللي قد الدنيا كلها محتاج في وقت من الاوقات حد يطبطب عليه. طبعا البشر بني ادمين يا ناس، انت متخيله؟ ويجي قايم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالع العبايه وفارشها على الارض ويقعد عليها السيده فاطمه. انت متخيله؟ تخيل المقابلة دي. طبعا قاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي سيدنا الحسن، يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخده في حضنه كده طبطب عليه ويقبله وقعده على رجله. يجي سيدنا الحسين يجي واخده في حضنه، سيدنا الحسن أكبر من سيدنا الحسين بسنة، يجي واخده في حضنه ويقبله ويقعده على الرجل التانية وحضنهم الاثنين. قاعد واحد فاهم اللي حضرتك بتقوليه كده، انا هربي راجل اوعى تحضنه اوعى تبوسه، فاهم ان العنف والشده بس احنا بنتكلم باعتدال، فاهم ان العنف والشده والغلظه هي اللي تربي راجل. انت هتعقده اصلا. ابن المقفع قال من كان مرباه بالعسف والقهر حمله ذلك على التظاهر بغير ما في ضميره لينجو من الاذى. ما هو العسف والقهر والشده والظلم هيخلي العيل يكذب عشان يتخلص من العقوبه، هيخليه خبيث ولئيم اللي جواه غير اللي براه. ليه؟ ما هو خايف. انت بتربي حد بالخوف هيطلع ايده مرتعشه ياخد قرار ازاي؟ انت ما ربيتوش ابدا على انه راجل وياخد قرار ويغلط ويصلي الخطا ويبقى قوي ويتحمل المسؤوليه. فالاقرع قال لي هيطلع مهزوز فعلا. طبعا فالاقرع قال اوتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد، ده على راسي من فوق بس عشان نتعلم. أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فاكر إن ده إيه؟ ده الرجولة بقى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال له ما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. صحيح. ما فيش في قلبك رحمة. صحيح. إزاي؟ شبعوا أولادكم حب، شبعوهم حنية، شبعوهم احتواء. اصلكم مش هتعشلهم العمر كله على فكره. يا خبر يا استاذه لمياء، لما العيل الولد ولا البنت شبعان حب من البيت، شبعان حنيه من البيت، وشبعان احتواء من البيت، وظهر وسند من البيت، البنت والولد يبقوا ماشيين في الشارع واثقين بعد ربنا في نفسهم، والبنت مش محتاجين نار يدوروا عليها بره. تخيلي لو بنت محرومه من كل حب ومن كل حنيه، اول حد ايوه هيقابلها هيديها المشاعر والحب والحنيه ضاعت. ساعة
سواء كان يصلح أو لا يصلح. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مدام منى. مدام منى اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا استاذه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. اتفضلي. الحمد لله. شيخ رمضان ازاي حضرتك؟ الله يسلم سعادتك، اهلا بيكي. ليه والله يا رب يبارك في عمرك. والله بجد يعني كان نفسي اكلمكم من زمان. نورتينا. الله يخليكي. انا طبعا كنت سامعه الحلقه بتتكلموا عن الابوه. انا عندي ابني فقدته شهر 12 اللي فات، عنده 18 سنة. 18 سنة؟ اه. حتى اتوفى. ربنا يرحمه يا رب. صبرك يا رب. أنا كنت بكذب إن الأب فعلا المفروض يبقى سند. هو بابا كان صعب جدا إنه منفصل عنه. بابا كان قاسي جدا لدرجة إن الولد كان بيدرس وبيشتغل. يعني هو في ثالثة ثانوي كان بيدرس وبيشتغل. عشان يقدر يعني كأي شاب يعني إن هو يصرف احتياجاته البسيطة. ف بابا ما كانش بيصرف؟ لا بيصرف يعني كل حاجة. أنا انفصلت عنه وكل حاجة بالنص. يعني أنا وإدارتي كده. طب أنا ابني بيتعلم، ابني عايز يدرس، ابني عايز يبقى يعني أنا مستوايا العادي الحمد لله ميسور. فطبعا كنت لازم أخليه زيه وزي ولاد أخويا زي العيلة. يعني ما ينفعش إن هو عندي اخين ولدين تانيين يعني. فكنت كل حاجه في حياتي لغايه دلوقتي لغايه يومنا هذا. انت عندك اولاد تاني غيره؟ عندي عندي ياسين واللي توفى يوسف. ربنا يخليهم لغايه دلوقتي. يا رب يا رب. لغايه دلوقتي انا بدفع معاه في النص. يعني هو خلاص بقى ولد واحد. بدفع كل الدروس بالنص. يعني طبعا نوادي ما فيش، انا اللي بدفع اشتراكة النادي. أدوية باسمي. أنا اللي بجيب هدوم في العيد. حضرتك بتشتغل يا أستاذة منى؟ أه بشتغل. بشتغل وأهلي بيساعدوني. طيب هو إمكانياته فعلاً على قد إمكانياته كانت كويسة. هو بخيل، عنده بخل في كل حاجة حتى في المشاعر. المشاعر ما كانش بيطبطب عليه، ما كانش بي يعني حتى الحادثة طبعاً ده كل حاجة مقدرة. وهو عمر ابني كده يعني ان هو كان ابني بيشتغل وراجع من الشغل كلمني ماما انا جاي لك. قلت له يا حبيبي انا مش عامله اكل الايام اللي انتوا مش بتيجوا فيها، انا باكل اي حاجه. قال لي لا. هما قاعدين مع باباهم. فانا قلت له طب يا حبيبي انا مش عامله اكل يا ماما، انا قابض وهجيب بقضي اكل وانا جاي. قلت له ماشي حبيبي جيب. المهم بابا كلمه قال له انت ما استاذنتش وما قلتش اتفضل انزل ارجع. النظر عشان يرجع فعمل حادث. فأنا خايفة إن أنا أكون يعني قصرت في حقه أو كده. بس كلهم بيقولي لا يعني ده كان هو أصلا قبل ما يموت روحه جاي لك. يعني هو عايزك لآخر وقت. وأنا مش عارفة مش يعني تعبانة نفسيا عملت. ربنا يصبر قلبك يا رب. الله يصبرك ويرضيك. ربنا يصبر قلبك يا رب. ربنا يصبرك ويرضيك يا رب. قولي لي سؤال حضرتك مباشر. ايه يا فندم؟ عايزه اطمن يعني ان شاء الله. هم بيقولوا لي ده شهيد اصلا راجع من شغله وكان في طاعه والده. وانا عملت له عمره وعملت له صدقه جاريه وصلت ميه وعملت زرع نخله وشجره. ما شاء الله كويس. ربنا يجعله في ميزان حسناته وحسناتك. حاضر. الحمد لله يعني. فانا كنت عايزه بس حضرتك يا شيخ تطمني عليه يعني. حاضر يا ستي. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبرك يا رب على بعده. اللهم جزاك الله كل خير. كفاك ربنا يخليكي. طبعيني يا مدام منى. اشد ابتلاء ربنا ما يكتبه على حد. ربنا ما يكتبه علينا ولا عليك ولا على اي حد من المشاهدين. امين يا رب. ولا يكسر قلب المتصله الكريمه تاني ابدا. قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا بيدي لهم ثلاث حاجات. أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلوات هنا التعظيم مش الصلوات الرحمة، لأنه بعدها رحمة يبقى ما فيش تكرار. فالصلوات يعني أن يعظمهم الله دنيا وآخرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات ابن سيدنا داود فحزن عليه حزنا شديدا، فقال الله عز وجل: يا داود كم كان يعدل ولدك عندك؟ قال له: يا رب كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. قال له: يا داود لك عندي ملء الأرض ثوابا. قال له: يا رب ما جزاء المؤمن الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال: أن ألبسه رداء الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا. لما مات ابن سيدنا سليمان حزن عليه حزن شديد، فأرسل الله عز وجل إليه وفد عزاء مكون من ملكين في صورة بشر مختلفين. فالملك الأول هو بشر قدامه، بيقول له: يا نبي الله زرعت زرعا فأتى هذا عليه فأفسده. بيقول له: أنا عملت زرع، صاحبي ده جه بالأغنام بتاعته أفسد الزرع. فسيدنا سليمان بيقول له: يا هذا لما تفسد زرع أخيك؟ قال له: يا نبي الله زرع في الطريق. فسيدنا سليمان قال: يا هذا أما لما تزرع في الطريق؟ أما علمت أنه لابد للناس من طريق؟ فهنا الاثنين قالوا له: وأنت يا نبي الله لما تحزن على ولد على موت ولدك؟ أما علمت أن الموت طريق الآخرة؟ صحيح. لما مات ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، بكى سيدنا إبراهيم، بكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال، بيقولوا له: يا رسول الله تبكي؟ قال: نعم، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. أبشر يا ستي، قصر في الجنة اسمه قصر الحمد مستنيك، وأول كده بعد عمر طويل ما تطلعي كده من البرزخ تلاقي ابنك منتظرك ياخد بإيدك لما يدخلك الجنة من غير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد وبكى العبد، فربنا يقول للملائكة وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي؟ نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني احنا ملك ربنا ورايحين لربنا، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة، وإليك المصير، وإلينا ترجعون، محدش مخلد فيها. فيقول الله عز وجل للملائكة: ابنوا لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أبتلي عبدا فيرضى إلا استحييت منه يوم القيامة أن أنشر له ديوانا أو أقيم له ميزانا وأدخلته الجنة بغير حساب. يا ست اصبري واملي رضا بالضبط، ولعله عند الله من الشهداء، لأن بعض العلماء قال المصدوم شهيد. قالوا: جبتوا منين الكلام ده؟ قالوا: سيدنا النبي قال: من وقصته دابته فهو شهيد. يعني اللي رفصته الناقة أو الجمل أو الفرس ومات، مات شهيدا. قالوا: تم صدمة السيارة أقوى من وقصة الدابة. فقال بعض العلماء: المصدوم شهيد. والشهداء يا ستي عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. اطمني، هو عند الله بإذن الله في نعيم. ربنا يصبرها. أستاذ عبد الله. أيوة يا بنتي. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد والله إن أنا اتصلت بيك ورديت عليا. نورتنا. بوجودك يا بنتي، بوجودك ربنا يبارك لك. أسأل الشيخ حاجة محيراني، تحيرني أنا. يعني أنا ما بصومش وبدفع كفارة الصيام. حضرتك تعبان؟ مريض، والدكاترة كلها عند القلب وسكر و ربنا يشفيك يا رب. ربنا يشفيك، اسألك الدعاء. فأنا دلوقتي عندي بنت مطلقة ومعاها 5 أولاد. فقلت أدفع ليها الكفارة، قالوا لا ما ينفعش عشان إيه؟ دي بنتك. وبعدين طب أنا بساعد على قد ما بقدر، يعني على قد على قد يعني متوسط، مش مبسوط ولا حاجة، على قد ما بقدر. فبدفع الكفارة دي وايه مثلا للاوقاف او البتاع لاي فك على سيم ايه اخلص من ايه منها كده. بس بيبقى صعبان عليا ان انا مثلا ما اديهاش لبنتي. طب ليه؟ بس انا عايز استفسر من الشيخ دي. دي اول حاجه. وانا سعيد قوي بيكم والله. ربنا يبارك فيك يا رب. يشرب منك يا رب.
عند حضرتك سؤال تاني؟ لا لا لا، سؤال تاني. انا بتاع نفسي اعرف ان الشيخ، خدت بالك انت، بيخطب في اي جامع ولا اي حاجه عشان ابقى اروح له. حاضر حاضر، تابعنا تابعنا يا استاذ عبد الله. يا ربي يشفيك ويعافيك يا حاج عبد الله، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. امين يا رب. ويملى جسمكم كده كلكم يا رب صحة وعافية، ويملى قلبكم سكينة وطمأنينة. شفاك الله وعافاك. العلماء اتكلموا على انه الزكاة والكفارات، يعني الامور المفروضة على العبد، كالزكوات والكفارات، لا تعطى لا للأصول ولا للفروع. حضرتك اعملي حرف زائد. حرف زائد هو مكون من ألفين، ألف عمودية وألف إيه؟ بالعرض. فقال لك إن أنت وأنت واقف كده من فوقي أصلي أبويا وأمي وجدي وجدتي، ما اديهمش الزكاة. طب من تحتي؟ ابني وبنتي وزوجتي، فرعي، ما اديهمش زكاة. يعني ولا ادي لابويا وامي زكاة، الزكاة، ولا ادي لاولادي ايوه الزكاة. ده شوفي بقى حضرتك كده، يبقى اصلك وايه وفرعك. طب نيجي بقى بالعرض. يميني اخويا، وشمالي اختي، عمي وعمتي، خالي وخالتي، ادي لهم. بس خلاصة الموضوع. تمام، خلينا هنا وهنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم محمد. أم محمد اتفضلي. ازيك يا دكتورة لمياء؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي. عاملة إيه؟ الحمد لله بخير. أنا مبسوطة جدا إن أنا بكلم حضرتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، نورتينا. والله العظيم أنا متابعاكم بقالي 4 سنين. طب الحمد لله. تفضلي. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ تفضلي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا بيكي. كنت عايزه احكي لك مشكلتي يا فضيله الشيخ. تفضلي يا فندم باختصار، الله يرضيك. انا متجوزه بقى لي 14 سنه. وعايشه مع جوزي بما يرضي الله. الاسبوع اللي فات حصلت مشكله في بلدنا. في ناس عاملين مشكلة مع زوجي. بحثي الرسالة مع أخويا. فأخويا وصل الرسالة لزوجي. الرسالة دي فيها شوية كلام ما عجبش زوجي. ساب الناس اللي عاملة مشكلة والكلام ده كلته، ومسك في أخوكي. ومسك في أخويا. واتخانق معايا وضربني وبهدلني وحلف عليا يمين، قال لي أنت متحرمة عليا زي أمي وأختي لحد المشكلة دي ما تخلص. أنت طرف في الرسالة؟ انا مش طرف ولا ليه. يعني جه ذكرك في الرساله؟ لا. طب الرساله فيها شتيمه لجوزك؟ عشان انا كنت بدافع عن اخوي. الرساله فيها شتيمه لجوزك؟ لا مش شتيمه، هو الناس زعلانين من الكلام اللي هو قايله عليهم. طب وصلوا له ان احنا ممكن نزعلوك وممكن نعملوا فيك حاجات كتير. طيب يعني في غلط اهو، كان ينبغي اخوك ما يغلطش الغلطه دي. هو وصل له الكلام عشان غلط يا ستي، مشاكل كبير. ما شتمك الا اللي مبلغك. طب انا يا فضيلة الشيخ علاقتي ايه بالكلام؟ انا علاقتي ايه؟ حلف عليا يمين وقال لي انت متحرم عليا. انت وقفتي مع اخوكي ضد جوزك. انا قلت له تحرى عن الكلام وشوف الناس دول فعلا باحثين الكلام ولا لا قبل ما تعمل اي مشكله. طب سؤالك ايه؟ سؤالي دلوقتي هو بيقول لي انا مش رايح دار الافتاء ولا دفع اي كفاره غير لما تروح وتضرب اخوك قدام العيله كلها. ازاي بقى كده؟ طب ينفع يا فضيله الشيخ؟ لا ما هو كملي القصه، انتوا عملتوا فيه ايه؟ ما عملناش حاجه خلاص والله. امال مش تقولي وقفت مع اخوكي؟ بالكلام كده قلت له طب بالراحه ما تظلمش اخويا لما تشوف الناس دول فعلا باعتين الكلام ولا لا. بس كده بهدوء كده ولا بغلط؟ لا احنا الاثنين كان صوتنا عالي. ايوه كده، بس هو لما حلف عليا اليمين كان بعدها بيوم. والكلام ده اللي انت قلتيه له كان قدام اخوكي؟ لا اخويا مش انا في محافظه وهم في محافظه ثانيه. وبعدين لما حلف عليا اليمين ما كانش متعصب ولا حاجه، ده كان ثاني يوم حلف. وهو قاعد قال بيوم. قال ايه يا ستي؟ قال لي انت متحرمه عليا زي امي واختي لحد القصه دي ما تخلص. تمام،
لحد ما يحل مشكلته مع الناس؟ لحد ما المشكلة دي تخلص، يعني أخويا يجي يصالحه، حاجة تحصل مش حاجة تحصل. وبقول لي كمان إن أنا لازم عشان أروح أدفع الكفارة وأسأل. هو أخوكي غلط فيه؟ أيوه. ما غلطش والله. طب بتحلفي ليه ما تحلفيش؟ يعني أخوكي كل اللي عمله إنه قال له أنا بوصل لك رسالة الناس دي إنهم بيقولوا لك كذا كذا كذا؟ في ناس كلموه وقالوا له الكلام ده، فالكلام ده هو أنا وصلت لك الرسالة اللي الناس قالتها. حتى هو لما خلى واحد صاحبه دخل. اخوكي طرف في المشكله اللي بينه وبين الناس؟ لا اخويا مش طرف خالص، ولا اهلي لهم اي علاقه بالمشكله. طب اشمعنى الناس راحوا لاخوكي؟ علشان هم معاه في الشغل، هم معاه في الشغل، فما رضوش يروحوا لاهل جوزي عشان الموضوع ما يكبرش، فهم بعتوا الكلمتين دولت مع اخويا على اساس ان السؤال المحدد ايه يا ام محمد؟ المحدد يا فضيله الشيخ ان هو شرط عليا ان انا مش هروح دار الافتاء ولا هسال ولا هعمل اي حاجه غير لما تروحي تضرب اخوك. اخوكي غلط فيه طبعا. ما غلطش، ولا اخويا ما اتكلمش معاه لحد دلوقتي ولا اي حاجه غير لما ما غلطش. عايزك تضربيه ليه؟ ما الله يرضيكي. يقول علشان يتعلم بعد كده يوصل الكلام. يعني هو مجرد ما وصل الكلام عايزك تضربيه؟ عشان انا. طب مجرد ما وصل الكلام انت توقفي معاه؟ ما هو لازم يكون حصل حاجه. ما حصلش حاجة والله يا فضيلة. لما ما حصلش حاجة هو بيقول كده ازاي؟ بارك الله فيك يا ستي. طيب تابعينا يا ام محمد. ممكن يكون الاخ بيوصل الكلام من باب انه قلقان، يعني عايز يقول له ما تعملش مع الناس دي مشاكل اكتر من كده عشان ما يؤذكش مثلا. شوفي حضرتك، المشكلة برضو ان احنا بيبقى عندنا احيانا بعض الناس، مش بتكلم على المتصلة الكريمة، لما بيحكي لازم فيها حاجة واقعة. طبعا. لازم فيها حاجة واقعة، اصل هي مش تقف جنب اخوها والصوت يعلى لمجرد انه بيقول انا خايف عليك. هل ده كلام؟ والحاجه الواقعه دي ممكن تكون هي شايفاها. الموضوع كله لا، ممكن هي مش واخده، هي شايفاها وممكن يبقى قص الموضوع. هنقول مش شايفاها. هنقول مش شايفاها ايا كان. رقم واحد، ما شاتمك الا اللي مبلغك. ده فلان بيشتموا عليك يا شيخ رمضان، يا اخي اما وجد الشيطان بريدا غيرك. ما تسكت الله يرضيك. لا، ممكن يجي بقى بطريقه تانية يقول له يا شيخ رمضان خلي بالك من كذا، خلي بالك من كذا، انت اخويا وزوج اختي وكذا وكذا وانا خايف عليك. ده تيجي كده مش ممكن هيقول له بالطريقه دي ويتخانق معاه، لانك لو سمعت من الطرف الثاني طيب هتلاقي الموضوع مختلف تماما. طبعا طبعا. فاذا كان الموضوع بهذه الصوره لابد من تصفيه الحسابات ما بين الطرفين. لازم في حاجه غلط حصلت، لازم اللي له حق ياخده. لو اخوها غلط في جوزها، اخوها يعتذر لجوزها وخلصنا. النقطة الثانية، أنت ما تدخليش طرف، أيتها الزوجة يا كل زوجة في الكون، ما تدخليش طرف ما بين أي خلاف ما بين زوجك وأهلك خالص. اخرجي وهم يصفوا حساباتهم مع بعض. دي نقطة مهمة جدا، لأنك لو دخلت في النص والله ما هترضي حد. وهو المفروض إن ما يبقاش فيه، يعني لازم برضو الطرفين يراعوا إن دول أهل مراتك وإنه أنتوا مثلا أهل الزوج، فلما الزوج او الزوجه بيتحطوا بين الاثنين الموقف بيبقى من اصعب ما يمكن. طبعا، وما فيش داعي ده اصلا، ما فيش حد مفروم في الحكايه غير الطرف اللي هو في النص بين. اخرج انا بقى، انا ماليش دعوه، بعد اذنك ما تدخلنيش، انا عايز اربي بيتي، اربي ولادي واحافظ على بيتي، ما تدخلنيش بينك وبين اخويا. انت منك ليه وانت رجاله مع بعض اصطفلوا، انا ما ادخلش لانه ده اخويا وانت جوزي ابو عيالي. انا عايز احافظ على بيتي وعايز اربي ولادي، انا ماليش دعوه. منك ليه ما تدخلنيش طرف؟ خلصت. طب والطلب اللي هو طالبه منها تعمل ايه؟ ما هو برضه السؤال هو ايا كان اللي فاضل في الشيخ. هو طبعا ما ينفعش، يعني ايه تروح تضرب اخوها؟ ما فيش الكلام ده اصلا. الكلام ده ما ينفعش اصلا، يعني هي تضرب راجل، ست هتضرب راجل؟ لا طبعا، الكلام ده اصلا غلط وما ينفعش، ولازم يحصل تصفيه بعد سماع كل الاطراف. صحيح. طيب استاذ يوسف. الو. اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا استاذ رمية، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ طبعا اتفضل. شيخ، انا والدي متجوز واحده مخلفه، تمام؟ هل انا ينفع اتجوز بنتها ولا لا؟ والده اتجوز واحده عندها بنت مخلفه، بنت ينفع هو يتجوز بنتها؟ البنت دي مش اختك؟ لا مش خالص. لا مش خالص، من زوج تاني. طبعا ينفع. ايه المانع؟ لا مانع خالص، ليست من المحرمات. البنت دي محرمه على والدك مش محرمه عليك انت، بس انتوا لا رضعتوا مع بعض ولا في اي حاجه تربطكم ببعض، مش كده؟ لا.
خلاص ماشي. نعم مفيش اي حاجه تربطكم ببعض. أيوة أيوة. لا رد عليا عشان افهم. ايوه مفيش. انتوا رضعتوا مع بعض؟ لا 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 هي بس بنت الست اللي اتجوزها والدك. هي بنت راجل غريب وبنت ست غريبه عنك وما رضعتش معاك ولا اي حاجه خالص. ايوه ليست من المحرمات. ينفع ان انت تتجوزها. طيب الاب اتذكر كام مره في القران الكريم؟ هو انا مش عامل حصر ده لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاب مره يقول ولأبويه لكل واحد منهما كذا ومرة يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ومرة يذكر الأب والأم بالوالدين ومرة يذكرهم بالأبوين ومرة يتكلم عن الأم حملته أمه وهنا على وهن. ربنا ذكر الأب وذكر الأم ومرة يسميهم أبوين ومرة يسميهم والدين يشركهم في طبعا لأنه عمل دايما توازن ما بين حق الأم وما بين حق الأب. مرة يكلمني عن الأم وأنه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله كذا وكذا ومرة يقول لي ووالد وما ولد ومرة يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ومرة يتكلم عن حق الأب في الميراث وحق الأم في الميراث إلى آخره. فربنا بيعمل توازن ما بين الاهتمام بالأم وحقها وبين الاهتمام بالأب وحقه. ربنا جعل الجنة عند رجل الأم، ما فيش حديث اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات أساسا خالص. لكن هو معنى حديث، معنى الحديث هو إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه شاب فقال له أنا عايز أجاهد علشان أدخل الجنة. قال له أحي والدك؟ قال له أمي. قال له قابل الله ببرها فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وقال الحديث الثاني إلزم رجلها فثم الجنة. إلزم رجلها فثم الجنة يعني الجنة عند رجل أمك. فأخذ الناس الحديث وجم كاتبينه إيه الجنة تحت أقدام الأمهات. فالمعنى صحيح لكن مش بالنص ده. طب وفي المقابل جعل الله من أبواب الجنة الثمانية باب باسم الأب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة وأوسعها فإن شئت فاحفظ أو دع. يبقى الجنة تحت رجل أمك وأبوك باب من أبواب الجنة. مدام آيات. ألو. أهلا وسهلا اتفضلي. معاك زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ممكن أتكلم شيخ رمضان؟ اتفضلي مع حضرتك. ازيك شيخ؟ الله يسلم سعادتك أهلا وسهلا. حضرتك أنا عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال أنا أمي على طول بتدعي علينا. ساتر يا رب. ليه؟ مش بصراحة هي برضو من ضغوطات واحنا مشاكل كتير ومعايا مشكلة تاني بس معلش انا مش عايز اتكلم على الهوا فيها عايز اكلم شهر رمضان يساعدني. انا اخدت قرار بس نفسي يكلمني ويقول لي صح القرار ده ولا غلط. انا في مشكلة وسمحنا ربنا اللي يعلم بيها. طيب ممكن حضرتك تسيبي رقمك في الكنترول. الام اللي بتدعي على اولادها السؤال اللي بيتكرر كتير. عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم عسى أحدكم أن يصادف لحظة إجابة فيستجيب الله له. كم من أم دعت في لحظة هي غير مدركة لها في غضب الله دعت على ابنها أو على بنتها واستجاب الله دعاءها فهي التي انكوت بالنار وندمت في وقت لا ينفع فيه الندم. فممكن ربنا يستجيب في اللحظه دي وما فيش حاجه اسمها ادعو على ابني. هيتوجع غيرك على فكره. طبعا ادعو على ابني واكره اللي يقول امين. طب بتدعي ليه اصلا؟ فايتها الام الله يرضيكي ما تدعيش على اولادك ولا تدعي على نفسك ولا تدعي على مالك لان ربنا ممكن يستجيبه ساعتها فعلا انت لا تتوجعي. نفس الكلام بالنسبه للاب ما تدعيش على نفسك ولا تدعي على أولادك ولا تدعي على مالك ممكن ربنا يستجيب خالص. في كل لحظة تيجي تدعي استغفر ربنا اذكر ربنا بدل ما تدعو على ادعو لي
لعل الله أن يستجيب لك. صحيح. دي كارثة. ومن أكتر الأشياء اللي توغر الصدور إن الأم تدعي على عيالها، لأن هي بتصل رسالة إن الأم مش حابة الولاد وإن الأم كارهة أولادها، فبتوغر صدور ولادها عليها. طبعا. إن أنت ما دعيت لهمش مين اللي هيدعي لهم؟ يعني إذا الأم ما دعيتش لعيالها من يدعو لها؟ وفي أرق ولا أحن من قلب الأم؟ ده إحنا بنبقى عايشين بدعوتها، بدعائهم والله، وبيفتح كنوز الخير وكنوز البركة. مفيش أحن من قلبها ولا أرحم من قلبها ولا أعظم من قلبها، ولا عطاء بلا حدود من الأب والأم. صحيح. ده عطاء بلا حدود، ده المسؤولية، ده بيفنى عشان نبقى، ده بيجوع عشان نشبع، ده بيسهروا عشان ننام، ده لا تتخيلي مدى المعاناة اللي هم بيعانوها عشان احنا نستريح. صحيح. مفيش حد في الكون هيحبك أحسن منه إلا الأب والأم. فلما الأم تدع على عيالها كارثة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل أب ولكل أم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعينوا أولادكم على البر، ومن شاء استخرج العقوق من ولده. أيها الأب، أيتها الأم، ساعدوا أولادكم أنهم يبروكم. نساعدهم إزاي؟ بالكلمة الحلوة، بالابتسامة الجميلة، بالدعوة الطيبة، بالمقابلة الحلوة، بالمساواة في المعاملة. لأنه لما بنكبر بنحتاجهم. طبعاً. احنا بيجي لنا تليفونات كتير جدا انه البنت او الولد عمرهم ما شافوا من الاب او من الام حنيه، وانها كانت دايما بتدعي عليهم، وانها عمرها ما طبطبت عليهم، وانها عمرها ما اهتمت بيهم، وانها او انه كتير 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 مواقف، وفي النهايه وهم كبار طالبين ان الولاد يكونوا بارين بيهم. ساعتها الابن او البنت بيقولك احنا ما حسيناش اساسا. انا اقول لهم بروهم. طبعا. بروهم لانكم بتعاملوا ربنا. بروهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم أجر هذا البر. وإذا كانوا هم أخطأوا فإحنا نخطئ. بالضبط. بروهم علشان من عصى الله فيك تطيع الله فيه. بروهم عشان ولادكم يبروكم. بروهم عشان تاخدوا الأجر مرتين، أجر إن هم ما عملوش فأنت عملتوا، وأجر إن ولادكم هيعملوا ده معاكم وهيبروكم بإذن الله رب العالمين. ربنا أمرنا بالتربية، وربنا أمرنا بالرعاية. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إنه أنا بربر أبويا وأمي عشان ربوني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني. فيا جماعة الأم، ممكن تبقى أم ولدت ومشت، وواحدة تانية هي اللي ربت. أمك برضو الأم اللي ربت وتعبت وعانت، ولو ولدت وجريت ورجعت تاني برضو هشيلها على راسي عشان خاطر ربنا، هشيرها على راسي لأنها احتاجت مني، لأنها برضو في الأول والآخر أمي. بس عمري ما انسى اللي ربت. صح. وعمر ما انسى اللي تعبت، وعمر ما انسى اللي سهرت، ده حذائها على راسي. وهو ساعات بيبقى قرن عند ربنا سبحانه وتعالى انه جعل اتنين عشان انول بر الاتنين. بالظبط. وده نعمه، بدل الكنز يبقوا كنزين، بدل الباب يبقوا بابين للجنه، بدل الرضا يبقى رضوان. فانا كمسلم وفي الى الله عز وجل، وفي، ما بعملش الناس بمعاملتهم، انما بعاملهم لاني عايز من ربنا، لاني بعمل ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط. ولذلك من ستر مسلما ستره مسلم؟ لا، ستره الله. صحيح. من فرج عن مسلم، من اللي فرج عنه؟ فرج الله عنه. من قضى؟ قضى الله عنه. المكافأة جاية لك من عنده. أنا بعامل مين؟ بعامل ربنا سبحانه وتعالى. أنا شايف ربنا في معاملتي للناس، فأنا مش بعاملهم بمعاملتهم. مع التوضيح ومع الإظهار ومع بيان الخطأ علشان نتجاوزه، وبيان الخطأ علشان ما نرجعلوش تاني. فمهم قوي إن أنا أخلي بالي من ده، مهم جدا إن أنا أبقى حنين قوي على أبويا وأمي عشان ولادي يطلعوا حنينين عليهم. عشان دين تدان. بالظبط. هو ده مش حديث برضو على فكرة. ما أنا عارفة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، ده مش حديث. لكن معناه أصل من أصول الدين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناه أصل من أصول الدين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت اللي هيعمل الخير هيلاقي الخير، واللي هيعمل الشر هيلاقي الشر، إلا أن يتوب. فإن تاب تاب الله عز وجل. حسب الزرع اللي أنت بتزرعه. نعم. لو أب بيوصي ابنه أو بنته تكون الوصية إيه؟ لو أب بيوصي ابنه هيوصيه ناحية إيه؟ ناحية ربنا
ولا ناحية نفسه ولا ناحية حياته ولا بالظبط ولا ناحية أولاده ولا ناحية أصدقائه. لو هيوصيه وصية عامة هيقول له اتق الله عز وجل، ده رقم واحد. هيقول له أطع الله ورسوله، ده رقم اتنين. هيقول له أتقن عملك، ده رقم ثلاثة. هيقول له تخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين في كل تصرفاتك، كن رجلا ولا تصحب إلا رجلا، وقم بمسؤولياتك تجاه بيتك وأولادك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، زي وصية سيدنا لقمان لابنه، وصاه بإقامة الصلاة، وصاه بالعزم على الأمور، وصاه بعلو الهمة، وصاه بأنه لا يتكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وصاه حتى أنه يضبط صوته، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلو جينا نوصي وصية عامة، أب بيوصي ابنه، يوصيه تجاه ربنا سبحانه وتعالى بأنه يتقي الله تبارك وتعالى، التقوى الأول في كل أمور الحياة، الله يسترك. تبو تجاه نفسه بمجاهدة النفس، لأن النفس أمارة بالسوء. تبو تجاه الناس بالصدق والأمانة. تبو تجاه أهل بيته بأن يكون رجلا مسؤولا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تبو في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. تبو وصية جامعة، يقول له وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا عايزك من هذه الصفات، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. خلاصة كلام. نعم. نورتينا يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.